فور يتذيلون الترتيب العام في المركز الأخير والعاشر طبعا بتسع نقاط من سبع مباريات خاضها هذا الفريق. 18-25 جولة السادسة التعادل مع الشمال 30-30 وفي الجولة السابعة تعادل مع الكتيبة القطروية 28-28. إذا تعادلين بالنسبة للخور في آخر جولتين، فهل يحقق انتصاره الأول في هذه الجولة الثانية؟ هذه الجولة الصحبي إلى جورجيو كلاسين شبل وكلاسين محاولة المراوغة للصحبي قوية نارية يتمكن من خلالها من إكمال العقد الأول من الأهداف بالنسبة للزعيم السداوي 10-8. حاول من مجدي تصل إلى نوا الزوباتش البحث عن الفجوة لكن دفاع سداوي متماسك. جورجي أوكلاسين يتم تحييده طبعا، هو أكثر اللاعبين إزعاجا على المستوى الهجومي بالنسبة للسد، ولو أنه حقيقة بطل الشوط الأول هو الحارس ثنيان كرم حارس نادي السد. إذا أبلى البلاء الحسن وقدم الكثير في الشوط الأول. رمضان إلى السحب بن يحيى الشمل، السحبي بن يحيى تسلسل جميل، ثنائية ممتازة بين السحبي بن يحيى وابراهيم شمل، وفي نهاية بوتاف هدف 23 في الرصيد السداوي بلاس 3. إذا يعمقون الفارق، رمية تصل إلى مجدي، مجدي نوع في التسديد سهلة وصلت إلى يد نوع إلى نيناد العديم حسن لسيقة طرأة في هذه المباراة على تأمين النقاط الثلاث. يقتنص هذه الكرة رمضان تصل إلى السحبي بن يحيى، السحبي بن يحيى والهدف فيس تو فيس مع أشرف العابد الهدف 31، وبالتالي يرفع الفارق إلى 8 أهداف لأول مرة. إلى آدم جد أو تغيير في مركز لاعب الدورة، الاعتماد الآن على يزن عياش، وفي نهاية المطاف هدف من بن يحيى، السحب بن يحيى يتمكن من إحراز الهدف 32. الكرة من السحب بن يحيى جورجيو كلاسين، آدم بن شكري تسلسل سداوي في هذه الهجمة، جورجي دون أي رقابة دون أي محاسبة مع أشرف العابد وكسب الرهان ووقع على الهدف 33 لمصلحة السداوية. 33-25 جانبية لمصلحة السداوية، أسامة عامر في التنفيذ إلى بن يحيى، تم الاعتماد الآن على خدمة الشاب حمزة خويلدي، وفي نهاية المطاف هدف 36 في الرصيد السداوي. مجدي عمر جميل.